بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صدرت بتاريخ اليوم تعليمات السيد معالي وزير الداخلية السيد فتحي باشا آغا بانطلاق عملية البلد الأمين، وهدف هذه العملية هو تأمين مدينة ترهونة وكافة المناطق المحررة وبث الأمن وتأمين المواطنين وحماية الممتلكات وأرزاق الشعب والمصالح العامة في الدولة.